السلام عليكم شباب، حياكم الله. اليوم ان شاء الله بشرح لكم ايش يعني ديتيلر. مثل ما تشوفوا عندنا هذا المنتج من كيتو اسمه سبكتروم 2-in-1 كويك ديتيلر اند ليكويد واكس. ما علينا، هذا اهم شيء اللي هي كلمة كويك ديتيلر او كلمة ديتيلر. فايش هي استخدامات منتج الديتيلر؟ منتج الديتيلر مثل ما تلاحظوا عندي السيارة هنا مغبرة، فممكن انك تستخدم المنتج بتشيل الغبار من السيارة بدون ما تحط ماء أو بدون ما تغسل السيارة، وفوق هذا ما يسبب لك خدوش. وكذلك ممكن تستخدمه حتى على الكروم أو على البلاستيك، سواء الخارجي أو حتى الداخلي، وبكل أمان. طيب، فالحين راح أقرب المنتج، ومثل ما تشوفوا السيارة مغبرة. بنرش طيب شباب، هذه النتيجة مثل ما تشوفوا، ان شاء الله يكون الفرق واضح. طبعا اضطريت اني اغطي مساحة اكبر من اللي كنت اصورها، لانه السيارة ما مغبرة كثير من هذا المكان، فغطيت مكان اكثر عشان يبين الفرق. ان شاء الله يكون واضح عندكم.